ضيفة اليوم سيدة المسرح يلي لسنوات عديدة كلنا سوا حبينا المسرح من خلال الشغف يلي شفناه بعيونها بنظرتها بشغفها بالعمل بالمسرح بتحويل هالخشبة لمساحة من التصالح من الفرح مرات من الغضب ومن الانفعالات الكتير يلي منعيشها بالحياة. رحنا على المسرح لنشوف أيضا من خلال أعمالها كيف ممكن تجربة الحياة يلي عم نعيشها نكون عم نظهرها من هالخشبة وترجع لنا كمان كتير من الدروس ومن العبر الحلوة. الممثلة والمخرجة المسرحية نضال الأشقر هي ضيفتي اليوم. صباح الخير. صباح النور. أنا كيفكن اليوم؟ كيفكن اليوم؟ اليوم يوم بيومه. كيفكن اليوم؟ كيفك أنت؟ مشتاقين، اشتقنا لك كتير. شكرا كتير. أنا منيحة الحمد لله، عم بتعايش مع هالعالم الخربان. ماشي الحال، عم نشتغل رغم كل شيء. ما وقفت شغل، ما هالأزمة شو عملت بنضال الأشقر؟ يعني كيف عشتيها؟ ومثل ما قلت هيك بالمقدمة، نحن كنا نروح على مسرح هيك لنشوف حالنا نحن كيف عايشين. أنت كيف عشتي هالأزمة؟ هالأزمة مثلكم كلكم، يعني كلنا ناس انهار لبنان قدامنا. نحن عارفين انه بدهم ينهار من زمان بهالتركيبة، مش ممكن الا ينهار. ولكن كل شيء صار مع بعضه، انهار الاقتصاد والاجتماع والناس والكورونا والدولار، وسرقوا الفلوس الناس من المصارف، افتقرت الناس، جاعت، ما في كهرباء، ما في مي، يعني كل هالانهيار عم عيشه بألم شديد. ولسوء الحظ مش عم نقدر نعمل شيء لنغيره، لنعمل حياتنا أفضل. لأنه لبنان من البداية ما عمل مواطن لبناني، عمل زلم لمزارع منتشرة وين ما كان. وهيدا الشيء ما ساعد ابدا، بس انهار لبنان ما ساعد ابدا انه ما يكون في مواطن يقدر يتكاتف كلنا سوا تننهض بهيدا البلد. يعني صار في صعوبه عند الناس، صار في حزن، غضب، امتعاض، ولكن مش عم يقدروا يعيشوا الناس. هيدا اهم شيء، ما بقى يقدروا يعيشوا من الغلا ومن الحال اللي نحن فيها، من الحزن، من الشقة. يعني ناس 60% من اللبنانيين افتقروا، تصور هالشي. ما بقى في زراعة، ما بقى في صناعة، ما بقى في شيء، نهار كله مع بعضه. لأنه كانوا كل هالسنين ما قدرنا نغير الناس اللي حكموا لبنان، ضلوا من وقت الاستقلال لهلأ نفس العالم عم تحكم لبنان. وبعد الحرب اللبنانية نفس الشيء. بدل ما نعمل مساءلة ونشوف ليش صارت الحرب ونبدأ من جديد، بالعكس رجعوا أمراء الحرب حكموا لبنان لحديت هلأ، وزراء ونواب نفس التركيبة، عرفت كيف؟ نفس الذهنية عم ترجع، اللي حكمت بالحرب عم تحكم بالسلم عالتمام. كيف بدك يعني انه تغيير يجي؟ كيف ممكن نحن نقدر نتعايش مع هالناس اللي اهم شيء بالنسبه لهم هن نفسهم؟ يعني ما في كهرباء، ما في كهرباء، حدا عمل شيء؟ حدا قدر يلاقي شي فكره حل ليطلع لبنان من الأزمة اللي احنا فيها؟ الدولار أهم شيء، والمي والكهرباء، وهوديك كلهم بيلحقوا الدولار، الأكل والشرب والغلاء المعيشي وكل هالأشياء. لا، شغلة بينة إنه بداية نهايتنا، يعني لسوء الحظ على بكرة الصبح. بس
هيك بتحسي، شو بدنا نعمل؟ هيك عم بتحسي هلا. نضال الأشقر يعني قطع الأسبوع الماضي اليوم العالمي للمسرح، وهالمرة قطع هيك كمان بخجل. كنا قبل يعني على رغم كل الصعوبات ورغم أيضا كل التحديات، يعني أنت اليوم عاصرت كتير مراحل كان وضع البلد فيها بأزمات، بس كان المسرح بعده عم يشتغل. اليوم كيف تشعري؟ عنا أزمة كورونا والأزمة اللبنانية والتعطل المسارح، وقدي برأيك هالأزمة اللي عم نعيشها كمان رح تكون عندها تأثير بالمستقبل على المسرح؟ أكيد إحنا عادة على كل أحوال السنة احتفلنا بعيد المسرح العالمي، نعم، لأنه هيدا الفن اللي بيجي من الناس ويقدم إلى الناس بصيغة أوقات ذكية، بأوقات بصيغة مضحكة مبكية. هيدا الفن الجماعي أكثر فن بيدفع ثمن، انه ما فيش بقى جماعه اصلا، ما بقى فيش فعل جمع، كل واحد قاعد ببيته، كل واحد قاعد حد تلفزيونه، بوجه تلفزيونه. يعني رجع الانسان فات على فرديته، على كهفه، اكيد فات على كهفه، على كهفه وقعد هونيك. ونحن بما انه نحن فعل جماعه وفن جماعي بامتياز وفن مدني بامتياز، صور قديش عم ندفع الثمن، انه الناس ما بقى عم يجوا على المسرح، كيف بده يجوا على المسرح؟ انسان جعان، عطشان، حالته بالويل، مش عم بيقدر يعيش اولاده، ما بيقدر يبعثهم على المدرسه، اذا كانوا برا ما بيقدر يدفع لهم. الناس بحاله غضب وحزن ما صارت بتاريخ لبنان، حتى بالحرب العالميه الاولى، كان في حرب عالميه اولى. بس بلبنان عملنا حرب ما بقى تنتهي. لذلك الناس مش ممكن يجوا على المسرح حتى لو مسموح، هن بهالحالة النفسية بيجوا على المسرح تيقعدوا يرتاحوا، يتفرجوا على طروحات جديدة فنية فلسفية اجتماعية إنسانية، بينبسطوا مع الفنانين. وهذا الحوار الدائم نحن وياهم فنانين مع جمهورهم مع المدينة، هيدا دائما مستمر حتى لو ما كنا موجودين، لأنه المدينة بتوقع لفنانينا، بس يطلعوا فنانينا على المسرح بتكون الدنيا بألف خير. ولكن هالشي لسوء الحظ ما رح يصير لفترة طويلة. حقيقة في ناس بيقولوا لي الزوم والستريمينج، ايه عم نعمل زوم، عم نعمل ستريمينج، عملنا عيد للمسرح العالمي مع أصحابنا بالعالم، بس المسرح غير، منه هالحالة الفردية. من المسرح غير، المسرح يعني في كتير ناس، يعني أنا بتذكر خاصة، يعني خليني أنقل لك تجربتي معك أنت شخصيا. يعني بتذكر أنا لما كنت روح تأحضر مسرحياتك، قبل المسرح كنت أنطرك على المدخل، كيف تستقبلي هالناس، كيف فعليا كأنك عزمتيهم على هالعزيمة اللي فيها كتير مثل ما قلتي من الغنى الثقافة والمعرفة، ناطرة مبتسمة عم تطلعي فيهم، عم يعني عم هيك عم من قبل ما تبلش المسرحية بتبلش هالحالة من الحب ومن الفرح. ما بفتكر المنصات بتقدر تنقلها، ما بفتكر هيدا هالشعور بتقدر تنقله حيالله منصة زوم أو غيرها من الستريمينج يلي تحدثتي عنه. صحيح، لأنه هيدا العلاقة الإنسانية اللي عملتها مع كل هالسنين مع الناس فعلا فعلا خلتني أنبسط، خلتني أنبسط أنه أنا افتتحت هيدا المسرح، وأنه أنا عم بيجوا هالناس لعندي، وأنه عم يجوا بيستقبلهم كأنهم ببيتهم فعلا، ولكن بنبسط انه عم يعملوا مجهود، لانه المسرح بده مجهود، بدك تطلع من بيتك تلبس ثيابك تروح على المسرح. هيدا الشيء كثير مهم، واكثر شيء انبسط انه فالين، يعني يغمروني وبوسوني كأن اختهم، كأن امهم، كأن ما بعرف ستهم، يشكروني على الشغل اللي بكون قدمناها. وهذا اللي عم نكون عم نقدمه كمان مجهود جماعي، مش انا وحدي، اصدقائنا كلهم بالمسرح، كل الشباب اللي صار لهم 26 سنه بالمسرح معي،
أكيد مع دكتورة منى كنيعو، مع محمد وصلاح ولؤي وإياد وعلي وكل هالناس اللي بالمسرح، كلنا عملنا مجهود تنستقبل هالناس، تيكون المسرح نظيف، تتكون ريحته حلوة، لحتى يحسوا حالهم، بحسوا حالهم بإنسانيتهم بس يدخلوا على المسرح. ما فيك تستقبل الناس بمسرح في فوضى ومش نظيف ومش مهوى ومش عم يستقبل بأحلى استقبال. هذا هي المسرح، هو أعلى رقي بالفن. هيدا أعلى رقي بالفن وبالمجتمع. هلي ما بحياتها الدولة اللبنانية اهتمت فيه ولا فارقة معها. يعني بتقدري تفهمي ليش ما اهتموا بالمسرح؟ يعني بتقدري، يعني عم تحكي عن رقي، يعني اليوم نقلتي لنا صورتين، صورة لها علاقة بذهنية حرب وذهنية دمار وذهنية تخريب وذهنية ظلم، وعم تحكي بصورة تانية، صورة من الرقي ومن وإذا بدك ومن العلاج بهال على هالخشبة. بتقدري تفهمي ليش ما اهتموا؟ ربما لأنه إيه بقدر، لأنه ما بيعرفوا إنه المسرح مش شغلة كمالية. المسرح هو قسم من المجتمع المدني، بما إنهم ما بيهمهم المجتمع المدني صحيح. ولا بيهمهم الفكر ولا الثقافة ولا الفن الحقيقي النابع من مشكلات الإنسان، آخر همهم والبرهان إنه ولا حدا منهم إلا القليل القليل بيجي على المسرح، يمكن ولا واحد بيقرأ كتاب، ما بعرف. ولكن هيدا الشيء جعلهم ما يهتموا بهيدا الفن الراقي، هل ما بيهمهم الفنانين هل ضحوا حياتهم لهيدي المهنة. وأنا دايما فكر كل يوم هودي الشباب اللي مش عم يشتغلوا هلأ كيف عم بيعيشوا؟ هودي مياومين، كلنا عمال مياومين نشتغل بالنهار، بيدفعوا لنا، عرفت كيف؟ آخر همهم إنه في آلاف، عشرات الآلاف من الفنانين بيشتغلوا بالتلفزيونات وبالمسارح وبالسينما، هودي بعيشوا عيال. هودي مش بس فنانين للتسلية فقط، هو أكيد للتسلية وللمرح وللجد وللأفكار بنقدمها للجمهور، ولكن هودي بعيشوا عيالهم. يعني إذا سكرت المسارح مئات بس آلاف من الناس بتبطل تاكل وتشرب. هيدا هي. بعدين كانوا يساعدوا المسرح كأنهم عم بيمنوا علينا، بين منهم من طريقتهم إنه عم بيمنوا علينا. لا، نحن مهمين، المسرح مهم مثل الزراعة، مثل الصناعة، مثل التاريخ، مثل اللغة، مثل الإنسان بجوهره وبإنسانيته بجماليته. هيك المسرح مهم، هذا اللي منقدمه على الخشبة، على خشبة المسرح. صحيح. نضال أشقر، حضرتك من الشخصيات النسائية يلي يعني أنت قائدة بهالشغف يلي يعني وضعتيه بالمسرح، وهيدا الدور يلي لعبتيه بفتكر رح يعني سيكون محطة مهمة بتاريخ المسرح بلبنان. كيف يعني وين دور المرأة بتشوفيه، خليني أقول بالسياسة، استنادا للأدوار القيادية؟ مثل ما قلت أنت جبتي الجمهور على محل في من الرقي ومن العلم، في من الإنسانية، في من التقدم، في من الازدهار، في من البحث، في من الطرح المختلف. هيدا يعني وراه كان قائدي اسمها نضال الأشقر. كيف ترين دور المرأة بميادين مختلفة؟ وقديه برأيك اليوم أيضا كمان يعني السياسة بحاجة للمرأة اليوم لتكون قائدة مثل ما هي قائدة بميادين مختلفة، ربما لنحصل على نتائج مختلفة؟ يا عزيزي، المرأة قائدة في كل الميادين من زمان، مش من هلأ. ولكن بالنسبة للسياسة، لأنه هامك السياسة، ما صار فيه بلبنان، ما صار فيه ما صار فيه وجود للمرأة لإلها هي شخصيا إلا القليل القليل. دائما دخل على مجلس النواب أخت فلان، أم فلان، زوجة فلان، هيدا داعمة فلان. المرأة فيها تكون، لو في ديمقراطية حقيقية في لبنان، نحن ما عندنا ديمقراطية حقيقية، أنت بتعرف من وقت ما أخذنا الاستقلال في
ديمقراطية مزيفة مبنية على الطائفية، والبرهان مش عم يقدروا يعملوا وزارة. إيه؟ بعدهم حدية هلأ عم بيقسموا مين أرثوذكس ومين ماروني ومين سني ومين شيعي ومين درزي. صحيح. ما عم يقدروا يطلعوا من هيدي التركيبة، ما بيقدروا يطلعوا منها إلا إذا تغير، إذا تغيرت أمور كثير، الدساتير والقوانين، وعملنا لبنان جديد، بنفصل الدين عن الدولة، بنلغي الطائفية. مش عم يقدروا يعملوا شيء. كيف بدك المرأة تاخد دور؟ ما بتقدر تاخد المرأة دور، ما بيخلوها أصلاً توصل إلا إذا كان وراها رجل سخيف عم يدفعها بلا مؤاخذة، يعني بلا مؤاخذة في رجال كتير منيح، بس يعني بهيدا الوضع نحن هيدا وضعنا يعني. بالحكي عن وضعنا. بالحكي عن الرجال المناح، بمسرحيتك عملتي عمل اسمه وش من زمان، بتحكي فيه عن والدك. نعم صحيح. بتحكي فيه عن والدك، وربما يعني قديه هالقيادة كمان كان والدك ساهم فيها إضافة لوالدتك، هيك لنعطي شوية مثل ما بيقولوا. أكيد أكيد أكيد. ما تنسى أنه أنا بنت ربيت على فكر تحرري مستنير، فكر وراء أمطول سعادة. مش مين ما كان، وبلشت الدولة اللبنانية ديمقراطيتها بإعدام أنطون سعادة. صور هيك بلشوا، قد ما خافوا من فكره. وبيي كان بهالفكر، ووالدتي كمان، وشجعوني، كانوا دائما مشجعين لإلي. وأنا عشت بهذا البيت، بهذا البيت المغامر. هل المرأة في مغامرة مع رجلها؟ اثنينهم كانوا يعني الحقيقة كانوا مغامرين كبيرين بهذه الحياة. آمنوا بلبنان متغير، آمنوا بلبنان جديد. مشان هيك فات البابا على السجن 10 سنين. نعم. ما تنسى هالشي. يبدو انقطعت الكهرباء عند الست نضال. بتمنى نرجع نقدر هيك لانه نسألها كم سؤال قبل ما نودعها. ايه رجعتي معنا، تفضلي تفضلي. عبول رحت غبت؟ رحتي ورجعتي. لقطعت الكهرباء بسويسرا الشرق. عرفت كيف؟ ان شاء الله ما تكونش عم تنقطع بالمستشفيات يعني. عرفت. نحن باش الحال. عم بقول انا عشت مع رجل وامراه، بي وامي، مغامرين كبيرين. نعم. كانوا مؤمنين بتغيير لبنان الى لبنان. كمان فقدنا الاتصال بست نضال للاسف. كنا عم نحكي عن يعني المعوقات يلي بتوقف مرات بكثير من يعني امام يعني الواحد انه يرجع يضل نشط، يقدر يفكر يعمل شيء. رح حاول هيك شوف اذا بنقدر. اي رجعتي معنا، وصلت كانت الفكره. يعني بدي هيك قبل ما ودعك، وقبل ما يعني ابعت لك كل المشاعر الحلوه والتقدير لحضرتك، لشخصك، لهالخبره الطويله، للسنين الطويله بالمسرح، للفن، للرقي وللمعرفه اللي قدمتيها من خلال مسرحك. شو هي كلمتك للمسرحيين اللي بعدهم عندهم امل انه هالخشبه ستعود باشياء مثل ما قلتي، جامعه مدنيه، محفزه للفكر ومحفزه للتقدم بالحياه. شو كلمتك نضال اشقر؟ انا بس لقول لهم، للمسرحيين وللتقنيين ولاصحاب الديكور وللي بيعملوا اي شيء بالمسرح، حتى اللي بدق مسمار، انا بحييكم بيوم المسرح العالمي اللي كان ب 27 الشهر. نعم. بتمنى علينا جميعا انه نبقى متمسكين بهذا الفن المسرحي، وما رغم كل شيء، يعني ما في ولا بصيص نور، ولكن نحن لازم نضلنا مؤمنين بهيدا البلد، مؤمنين انه بدنا نرجع على الخشبه، بدنا نرجع على لبنان ان شاء الله يكون افضل. ما تسالوني كيف، بحلقه ثانيه. لا يمل على كل حق.
لا يمل من الحديث معك ست نضال، لا يمل. شكرا. ممنونك، نهارك موفق يا رب، وان شاء الله نحن بنرجع، ان شاء الله بترجعي بتستقبلينا قريبا بنفس الاستقبال يلي كنت تستقبلينا فيه بمسرحك، بنفس الفرح وبنفس بنفس هيك بهالحاله مثل ما قلت، الحاله الخاصه يلي المسرح بحطنا فيها. شكرا كثير لك وتحيه لك نضال الاشقر. شكرا لكم وللجديد، ان شاء الله اجي زوركم عن قريب يا رب، مش يا رب. عبر الزوم أكيد. باي باي، نهارك موفق، إلى اللقاء.